عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين الزرق رئيس جمعية لمسة أمل للتنمية. ضمن اليوم حملة تبرع بالدم بحي موريس مدينة القليعة بشراكة مع المركز الجهوي لتحقن الدم بأكادير والمندوبيات وزارة الصحة ومجلس البلدي. الحمد لله كانت واحد الاستجابة اللي هي ناجحة لدى السكان واستجبوا لنا مع الحملة ديال تبرع الدم. الحمد لله وصلنا واحد العدد اللي مهم وكنتوقعوا اننا نوصلوا اكثر ما احنا فيه دابا. الحمد لله تقبل الله الجميع ولحد الان المواطنين فرحانين. الحمد لله المواطنين استجبوا لنا مع الحمله وعجبوهم الحال حيت محتاجين وكيبغيو يديروا هذا الخير هذا ويتبرعوا للناس اللي محتاجين حيت كاينين في المستشفيات اللي كيتسناو هذا التبرع ديالهم حيت الا تبرعنا اننا كننقذوا الاشخاص في المستشفيات اللي كيتسناو التبرع ديال الناس. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الناس اللي ساهموا معنا في هذا النشاط هذا في هذه الحمله هذه تبرع الدم سواء من السلطات المحليه ومن المجلس البلدي وكذا الناس المتطوعين والمنخرطين ديال جمعيه لمسة امل. وشكر موصول كذلك لجميع المواطنين اللي جاوا لناهم التبرع. جينا حضرنا لهذه الحمله ديال تبرع بالدم انا حاولنا نتبرع بالدم ديالنا لانقاذ حياه الاخرين كما معروف. هذه الحمله هذه دارت في مدينه القليعة. عوض انا والانسان هو يتناقل من مكان لمكان استغلت الفرصه هذه ديال ان جمعيه لمسة امل انها عرضت هذا العمل التطوعي او هذا العمل هذا الاجتماعي التربوي. شكر لجمعية لمسة أمل على هذه المبادرة الرائعة اللي دارتها على ود مدينة القليعة والسكان ديالها اللي كيعانوا من بزاف المشاكل ومن بينها عدم التبرع بالدم لأن الجمعيات الأخرى لم تقم بأي دور داخل هذا المجتمع المدني. وكنشكر بزاف هذه الجمعية اللي دارت هذه المبادرة الرائعة وخصوصا أن احنا عندنا خصاص في الدم. كنتمنى لجميع الجمعيات يقوموا بهذه المبادرة الرائعة وكنعاود نشكر جمعية لمسة أمل.